يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك بعض القصاص الذين يقصون للناس القصص ويعظونهم يذكرون قصصا خارقة للعادة، فهل يطالب هؤلاء بإثبات هذه القصص؟ هذا كما سبق الجواب عنه، أنه ما أن الواعظ والداعية والخطيب ما يأتي من القصص إلا بما صح في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كقصص الأنبياء والمرسلين المذكور والأمم السابقة وقصص الصالحين في القرآن. القرآن قسم منه في القصص، بالقصص الحق، قسم من القرآن في القصص الحق، فيأتي من قصص القرآن ويأتي مما صح في السنة من القصص الذي قصه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ويكفي هذا. نعم.